صباح شريف يا شيخ جميز. ايه مش هتورينا وشك ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا ولدي، بس الشمس حامية النهاردة. الشمس؟ طب ايه؟ فين واجب الضيافة يا شيخ جميز؟ يا ابني انتوا خليتوا حاجة. ازاي بقى يا شيخ جميز؟ ده انتوا عندكوا طيور ومعيز تأكل الصعيد كله، ده غير الزرع والفاكهة والفلوس والمساغ. تحب اقول عندكوا ايه كمان ولا كفاية كده؟ طلباتك يا مرشال مرعي. قوموا. ورقة الطلبات كانت معايا اهي. شوف. عايزين معزة وخمس فرخات ابيض وخمسة بلدي. وعشر تجواز حمام وكرتونتين بيض ابو صفارين. واربعة كيلو لبن خالد دسم واتنين كيلو جبنة اسطنبولي. جبنة اسطنبولي مفيش. اجيب لك دبل كام. ماشي. وشوف لي بقى تشكيلة خضار وفاكهة. عندكم زبادي؟ ايوه فيه ودايت كمان. طب شوف لنا 50 علبه كده عشان الحموضه ما تنيمناش. اشوفك الشهر الجاي يا شيخ جميز. اهلا وسهلا في اي وقت يا سياده المرشال. يا سوس جلال، يا سوس جلال، يا سوس جلال، يا سوس جلال، يا سوس جلال. بينا يا رجالة. ها ها يا شيخ جميز، أهل النجع فوق بيهم خلاص من مرعى ورجالته، وبيفكروا إنهم يهجوا من النجع ويسيبوه ويروحوا على مصر. على الأقل هناك هيلاقوا حكومة تدافع عنهم وتحميهم، لكن هنا لا في حكومة تدافع عنهم ولا تحميهم من مرعى ورجالته. يعني عاوزيننا نهرب ونفوت أرضنا؟ ها؟ أرضنا؟ هي فين أرضنا دي؟ دي كأننا مأجرينها منه. ده واخد خيرها أول بأول، واللي بيوقف قصاده بيبقى مصيره زي مصير سلمان. الله يرحمه. وقابله حمدان. الله يرحمه. وقابله عثمان. الله يرحمه. احنا لا حنهرب من أرضنا ولا حنسيب المرشال ياكل في خيرها. أنا حتدلع البندر أنزل أجيب سلاح عشان ندفع عن روحنا. وهنجيبه منين فلوس السلاح؟ ايوه هنجيبه منين فلوس السلاح؟ كلنا لازم ندفع عشان نجيب السلاح. وحتى لو جمعنا حق السلاح، هو فينا حد بيعرف يضرب نار؟ ده احنا مالناش غير في الزرع والقلع، لكن المطاريد دول شغلتهم السرقة والقتل والعياذ بالله. انا لما حدلع على البندر مش هجيب بس السلاح، لا انا هجيب كمان اللي هيضربنا على السلاح ويوقف قدام المرشال. وده مين ده اللي هيوقف قدام المرشال؟ الكبير جدا. كبير جدا؟ مش ده اللي فاتنا ورعاش في مصر لحاله؟ ظنيته نسيته من هو الكبير جدا اللي بص من عينيه تسلسل عالي الجبال، اللي لو رفع ايده لفوق تطاطي الرؤوس تحت رجليه من الخوف. الراجل اللي من اصول اصول كلها اخلاق ادب. لو النبي يا عبد ما تقولش كنا وكان، خلينا في الزمن ده وانت يا عبد زمان. لو النبي يا عبد ما تقولش كنا وكان، خلينا في الزمن ده وانت يا عبد زمان. الحب في الزمن ده يا عبد غير زمان. الحب في الزمن ده يا عبد غير زمان. كانت ايام وراحت الله يرحم زمان. لو النبي يا عبد، 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 كنا كنا وكان. الحب في الزمن ده يا عبد غير زمان. استغفر الله، أعوذ بالله،
اقبل يا بلدينا. يقول لي يا ولدي هو الكبير جدا. موجود موجود يا عوض. عاوز ايه؟ عايز الكبير. امر يا عمر. انا بس عالي يا ولدي على الكبير. موجود؟ ليه خير؟ في حد؟ لا حاجة ولا محتاجة. هي حاجة مخصوص خصوصي قوي. عاوزت تقولي. طب هروح انادي لك عليه. تتأخيرك يا ولدي. طب اتفضل استناني على الباب. لا يا ولدي انا واقف هنا زين. لا ما يصحش يا عمدة، انت ضيف الكبير. ضيف الكبير يعني ضيفك. اتفضل يا عمدة. اتفضل يا عمدة اتفضل. استغفر الله. يا مرزوق شوف طلبات العمدة روجوا. اسم الكريم ايه؟ انا جدك الشيخ جميز يا ولدي. محسوبك عوض. عاوز تقولي؟ اروح انادي لك عليه. نادي لي عليه وحياة والدك. يا كفر. الى جهنم الى جهنم وبئس المصير. يا بيت سمحت ولالي. ايه ولعلك؟ ايه ولعلك؟ ايه يعني كنت مولع اهو، مولع الاخر اهو. انا ما ايش حاجه اولع لك بيها يا بنتي. يلا الله يلا الله لا يسيك. يلا تهديك. طب خد كبريت اهو ولع لي بقى. لا ده تلاقيح جيت باقة. امشي يا بنت الله لا يسيك. امشي امشي يا حلوه يا مقطقط. امشي يا بنت، انا مش بتاع الكلام ده ابدا. يا زبده يا زيد ملا على امسيح على دماغي والدماغ اللي خلفوني. انت فين يا كبير؟ في ايه يا اتمالك؟ في واحد عاوزك يا كبير. اسمه ايه ده؟ اسمه الشيخ دميز. الشيخ دميز؟ وايه اللي جابه هنا ده؟ هو مين الشيخ دميز ده يا كبير؟ انت مال اهلك يا دبتي؟ قاعد فين الشيخ دميز؟ قاعد هناك. ايه ولد اتكلم زين. يا قاعد فين الشيخ دميز؟ قاعد هناك. ها يا لهوي يا لهوي. اوه بقول لك ايه، امسك دول. لا انت صغير انت صغير، امسك دول روح شوف لك حاجه اعملها. يلا يا عدوي اجوني. جريح اجوني. تعال بس تعال تعال بس اقول لك انا. تعال بس معي. تعال يلا 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 تعال اجوني. تعال فيه اقعد هنا خد واجبك من سكات وروح. يلا انت تجننت يا حيوان بتزوقيني. اسمع يا ايد، اول هامني مش حيواني، انا حيوان. اقصد اقول مذكر مش مؤنث يعني. تاني هام لازم تحترم المكان اللي انت بتسهر فيه. يا اما قسما عظما اقسم لك خلقتك كيف قالب الشكلاطه. انت مش عارفه انت بتكلمي مع مين. لا مش عارفه بكلم مين. أنا لما تبقى تفتكر أنت مين أبقى لغيني. أنا قاعد جارك هنا. استنى يا حيوانة. يا ما بتفهمش يا ياد ما بتفهمش. طب إيه قولك عاد؟ عشان أنت قليل الحياة هتقعد هنا كيف الصنم، ما عاد قومش من هنا غير وأنت دافع حسابك. غور إيه. استني هنا. جاي تعور نفسك بالبتاع ده. لا 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 كده يا كبير مالكش حق. جرى ايه يا كبير؟ في ايه يا برنسيسي؟ ايه مزعل الناس مننا ليه؟ انا تزعت يا برنسيسه من الحيوان ده. تاني بتقول لي حيوان ياد؟ طب ايه قولك انا حديك بقف حياتي. بس يا كبير هدي نفسك. جرى ايه؟ نسيت شعارنا ولا ايه؟ نهون فيهم. الزبون دايما على حق ولا ايه يا بنات؟ حبيبتي بيتي عواطف. ايوه يا برنسيسة. عايزاكي تاخدي جوني تدلعي وتزبطيه وتنعمي وتزعفيه وما تنسيش توقعيه. وانت يا كبير تعالى ورايا. جماعة مزيكا هبا يا ملتقى الصحبة يا كبير مالك؟ ما انت عارف يا برنسيسي انا الجماعه الانجليز دول ما بينزل ليش من زور واصل. الجماعه الانجليز برضو
ولا اتضايقت قوي لما شفته بيلون على البنت سنيه. سنيه شمعدان؟ ايوه انا. بقول لك ايه، انا ملاحظه بقالي كام يوم كده ان انت بتحوم حواليها، فلو عجباك خدوا بعض انتوا الاثنين وبره الكباريه. ايه يا برنسيسة اهدي المال، العصبيه مش زينه عشان الافتاق اللي عندك. فكرتني. وبعدين يعني سنيه دي قرقوشه، حد يبص للقراقيش ويكون قدامه الشركسية؟ ما انا بقول برضو، هو الكبير انتص في نظره ولا ايه؟ بقول لك ايه يا كبير، ما تيجي نطلع المكتب، عايزك في موضوع سبيشيال. لا لا لا. ايه ده ليه يا كبير؟ كفاية علي الخمس دقايق دول. ليه يا كبير؟ علشان بنتي كيف انت بيوتك الواحد اجرام فعالة، يعني الجرعة الزايدة منك اجيبه مردود. اقنعتني يا مجرم. توب علينا يا رب من الشغلانة دي. عوض عوض. ايوه شيخ جميس فين؟ قاعد هناك على البار. ايه قاعد على البار، روح له انت وانا همسك الصلاة بدالك. انت قاعد عبيط يا دي، انت لسه صغير على الشغلانة دي. انا مش صغير يا كبير، انا عندي 14 سنة. طلعت لك ترمسة؟ ايه الترمسه دي؟ عفريتة؟ عفريتة ايه؟ تعب بتطلع بديها ما علينا، وقف عينيه وخلاص. شيخ جميل ايه اللي جابك هنا يا شيخ جميل؟ الكبير حبيبي انا بنبسط يا ولدي. حبابي حبابي تهوي حبابي ايه؟ شربوك ايه البنات دي؟ شوطين شوطين تكيله على ثلاثه فلاديمير وعشره بينا يلا كولادي. بينا يلا كولادي؟ بينا يلا يا شيخ جميل. جوزني دول جوزني دول جوزني دول جوزني دول جوزني دول. عطشان تعال اشرب اخد مني كوباية ادلعك جيسوس ثلج في بيت قوية وتعال خد. ايه خبير ده ماله يا كبير؟ علاش؟ كله بيحمل شطين تكيل. اقول لك الحقيقة انا ما كانش لازم امكس. تبكس ايه يا حاج؟ خدت واحد سكرو درايفر. سكرو درايفر قدامي قدامي. وتعالى خد مني. بس يا حاج عايز ابحث. جوزني جوزني دي يا كبير. اهدى يا حاج. جبت الحلاوه دي. الحلاوه دي. الحلاوه دي. تعالى يا بيت تعالى يا بيت. دقيقة واحدة يا بيت. اتجوزها لك اتجوزها لك. هتجوز هالك يا مرحبا. هلي 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 جوز هالك جوز هالك جوز هالك. وكل أول شهر يا ولدي يجوا يكبسوا على نفسته ويأخذوا اللي فيه الجسمة. طابة شيخ جميس دي حكاية وزينة قوي، ربنا يوفقكم. حكاية زينة هي وربنا يوفقنا هي. انت مش هتاجي معايا النجع عشان توقف للمطاريط. انا النجع ده قفلت عليه من زمان يا شيخ جميس، انا هنا سلطان زماني وبكسب قرشينات ما بكسبهاش بالنجع ده. وناسك يا ولدي اهلك وناسك يا ولدي حسيبهم لمصيرهم كده ايه للمطاريط. ماني حتى لو سمعت كلامك يا شيخ جميس، العملية دي محتاجة سلاح ومحتاجة رجالة توقف معاي، وكلام ده محتاج فلوس وما تاخذنيش يعني. أنا خبرك زين، أنت الفلوس تطلع مني كيف خلع الضرس. ولا يهمك يا ولدي. أنا لميت من النجح كلاته الفلوس اللي أنت محتاجها. ها شوف. اهدي يا شيخ جميز اهدي. الفلوس دي نجيبوا بيها بتيفور وغريبة وناكلوها واحنا بنتفقوا مع الرجالة. خلاص. حق الرجاله والسلاح عندي. طب وحقني؟ حقك انت؟ قلت حقي؟ ها؟
حقك انت؟ عايز فلوس عشان هتحامي لأهلك وناسك؟ اقصى عليك يا كبير. ما تفكك من شويتين دول عادي يا شيخ جميز. انا دراعي ده له تمن ولازم ناخد عرقي كيف ما الرجاله ما تاخد عرقها. طلباتك يا ولدي. انا يوميتي ريالين والارض اللي كان عليها خلاف بينك وبين ابوي الله يرحمه ترجع لي. خلاص حديك التين فدان طين من الارض الشرقية. الارض كلاتها 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 يا كبير؟ عايز تاخد 20 فدان حته واحده؟ لا ده صلب يا كبير. لا خلاص انت حر، خلي المطاريد ياكلوا خيرها ويحلبوها. بس ده استغلال، استغلال يا كبير. انا خابر ولو يدراع وانت هاز فرصه. الفرصه بتاجي مره واحده يا شيخ جميز. موافق موافق يا ولدي. يا راسي عندك شي حاجه كده للصداع دوت؟ مالك يا شيخ جميز؟ عندي هانج اوفر، اصلي ختمت باتنين مخيطه. مخيطه؟ انت ما عاوزش حاجه للصداع، انت محتاج تستفرغ يا شيخ جميز. المهم يا ولدي، المهم الرجال اللي انت حتجيبهم دول ويبقوا تحت يدك جاهزين ولا ما جاهزين شيء؟ جاهزين جاهزين يا شيخ جميز. ومن النجمه ايه كل الحشو ده يا كبير؟ انت بتحشي ديناميت ولا ورق عنب؟ بقول لك ايه يا كورليوني، مليك صالح بالمعمل ده، انا خابر اللي بعمل ايه زين. بس ده خطر علينا. بقول لك ايه يا كبير؟ عمر المطاريد دول كام الف؟ 25. الله اكبر، 25 الف؟ لا 25 نفر. نعم 25 نفر. احنا مأجرين الديناميت والأسلحة دي كلها عشان 25 نفر. شو ما تقولش مأجرين؟ أنا فاهم أهل القرية إني شاري السلاح عشان أطلع مصلحة في الحتة دي. حس كده بقى، الحتتين دول يلزموني. ماشي. والحزام ده ماشي يا استغلالي. والكاب عديك اللي انت عايزه، رب نستر. يا كبير مالك مخضوض كده ليه؟ من صوتك. طالما انا جيت هنا الكل لازم يلزم الصمت، واللي هيتكلم ارمي لك القنبله الهدويه دي في بقه. وانجز بقى عشان انا مش فاضيلك، عندي موقعه. موقعه تهدي رايح احرر الدق من غزو بولاق. كبير. ايوه يا شيخ جميز. بقول لكم ايه، ما تنسوش احنا ما مأجرينش السلاح، احنا شارين السلاح. وبتهب بيه، بتهب بيه كل متفجرات هنا استهتار. ايه الراجل ده؟ ده طير لي المزاج اللي في دماغي. انا قلبي حاسس ان الكبير ده هيطلع ظابط في الاخر وهيبلغ عننا. يا شيخ تميس بقول لك ايه، لو كان حد قال لك ان احنا مأجرين السلاح ما صدقوش، احنا شارينه بكل الفلوس اللي اديتها لنا. انا جاي لك في حكايه ثانيه. انا جاي افكرك يا ولدي ان المرشى المرأة ورجالته حييجوا اول الشهر. اعتبر المرشاة المرعي في خبر كان. الله يطمنك يا ولدي. بس طمني وحياتك، انت مالي يدك زين من الفرسان الثلاثة اللي انت جايبهم جوا دول؟ واه ما طبيعي، يعني انت بتسأل ليه من اساسه؟ طبيعي يا ولدي، عايز اطمن. ايه انت سامع اللي انا سامعه؟ لا ما سمعش شيء. كأنه حد بيتصنط علينا. يتصنط علينا؟ يطلع مين ده؟
اكيد حد من رجاله المرشال. المرشال يا ولد يا ضحك اخضر. كمل كلامي مع مين؟ تتغاب عليه يا شيخ جميس، كانك بتتكلم معي. كمل معك انت، ما توقف اتكلم معك. بدك يا كبير ما تقفورش. عارف يا كبير ان المرشال ده دي حته في قلبي حته في قلبي عزيز عليا قوي. امال ايه؟ عشان اعرف مصلحتي ومصلحه البلد ومصلحه النجع ومصلحه ال انا عاوز اتكلف يا كبير. انت قاطرني من مصر لحد هنا؟ مش هو ده الولد اللي بتاع الكباريه؟ هو زفت. احنا جابك ورايا ياد. انا عاوز اجمد دلتك يا كبير. ما قلنا لك لا بح، ما ينفعش، انت لسه صغير. لا من كبرت خلاص. استنى هوريك. توريني ايه؟ يخرب بيتك علي اطلق. لا وريك يا اخي فضايح. فرد انجليزي انما ايه، واعرف اضرب بيه كمان. تضرب بيه ايه؟ ده الاعداء. حط ياد مطرح مكان ياد. ليه كده؟ هذا قرف يقرفك. حطه مطرح مكان وعود على مصر. خليه يا كبير مع سلاحه، يعني مش هيكلفنا ساعه جديد. والنبي دخلوا المقاومه. بقول لك ايه، مالكش صالح انت بالقصه دي. أنا خابر الأشكال دي زين، هيبوظ لنا الدنيا، عاود على مصر. أنا عاوز أعرف يا كبير أنت ليه ما عاوزنيش أبقى من ردالتك؟ الردالة اللي دوه دي أنا أقل منها في إيه؟ إيه؟ أنت اتجنيت ياد؟ أنت فين والرجالة دي فين؟ خابر الرجالة دي مين؟ أخطر ثلاث رجالة في مصر كلها. بالك لو في يوم قابلوا الموت ما يهبوش مني. أقول لك على الأنجح؟ إيه؟ الموت هو اللي هيهاب منيهم. لا اله الا الله. طب وبعدين؟ اهدوا اهدوا يا اولاد. عملت لك يا شيخ جماس الفلوس. شد حيلك يا ولدي يا ولدي، ما تعملش في روحك كده. شد على الله يا شيخ جميس. دي أمانة يا ولدي، أمانة ورجعت لربها، وربنا يحتسبهم من الشهداء يا رب. آمين ونعم بالله. وبمناسبة الأمانة دي عاد، الفلوس اللي أنا اديتها لك علشان أجرة الرجالة دول الله يرحمهم، دي كمان أمانة يا ولدي، أمانة بتاعت أهل البلد. وهم سألوني عايزينها. طبعاً حقهم ومن حقهم ياخدوها، بس الفلوس مش معاي، الفلوس مع الرجالة. السلام عليكم. روح الله يجحمكم. شفت يا شيخ جميز؟ ادي الرجال اللي انت رحت وجبتهم، هم كلهم فرقعوا وراحوا، وراحت فلوسنا وياهم، حتى السلاح لحقنا منيك بحتة بالعافية. أدى ربنا يا ولدي، هنعمل ايه؟ قضى ربنا؟ طب ما المرشال مرعي كان قضى ربنا برضو يا شيخ جميز. أقال له كنا عايشين ومرتاحين، وكان بياجي كل أول شهر ياخد اللي فيه النصيب ويعاود تاني مطرحه. عندك حق يا جزر، ولا يوم من أيامك يا مرشال مرعي. يعني كان عجبكم المرشال مرعي؟ اسمع يا شيخ جميز، المرشال مرعي ده راجل واعر، ولو جه اول الشهر وما لقاش اللي بياخده هيطيح فينا كلنا، الكبير قبل الصغير. ايوه الكبير قبل الصغير. اسمع يا واد منك ليه استنى يا شيخ جميز. استنى يا شيخ جميز. اسمع يا رجالي، انا ما رضيتش اجي من مصر مع الشيخ جميز
غير لما تأكدت انكم ناويين توقفوا قصاد المارشال ورجالته معايا. انت برضك ما رضيتش تجي الا باخذت الفلوس. انت حتسيع لي يا شيخ جميز، حتكسر مود الخطبه. قصروا، بس انا شايف دلوق رجاله عم تتجابن وبتجيب لورا وما ناويينش يوقفوا قصاد المارشال. عشان كده انا قررت قرار، انا حقف قصاد المارشال ولحالي. لا يا كبير، مش هتوقف لحالك طول ما اني عايش. انا معاك يا كبير يا ولد. انا معاك يا كبير. وانا معاك يا كبير. واني معاك يا كبير. انا معاك يا كبير. زين، من بكرة هنبدأ التدريبات. كله يقف انتباه، عاوز الكبير لما يادي يلاقيكم زي الالف، اللي هيتهز ولا يرمش شغله هيبقى معايا بعدين. تعال يا عوض. يا كبير. اهدى. ايه اللي انت لابسه ده؟ خلقات يا كبير. بس دي كيف ما تقول خلقاتي بالظبط؟ صدفه غريبه فعلا. غريبه؟ واهدى. الشنب ده ربيته ميته، لحد امبارح ما كانش عندك شنب. الحمد لله كبير. سبحان الله. اهدى، شنب كرتوني؟ طب ليه يا ولدي؟ ما تربي واحد. ما ينفعش يا كبير، اصلا انا ادرودي. يعني اهبل؟ لا ادرودي. يعني ايه ادرودي؟ ادرودي يعني شنبي ما بيطلعش. ما تقول شنبي ما بيطلعش. ليه اسمها كده؟ ليه كده يا كبير؟ يا ما هو كرتوني، يا اعمل غيره بعدين. ما انا عامل يا كبير، بس ما عاوزهمش يخلصوا. حطه بجيبك يا تافه. ما خلاص يا كبير. خلاص ايه؟ اتفيت فيه. حطه بجيبك. خلصيني اشتفاها. بس قدامك. ها رجالة، دلوق هنبدأوا تمارين القتال. المهمة اللي احنا داخلين عليها دي مهمة صعبة، ويا عالم هنعاودوا منها ولا لا. عشان كده يحضرني الآن مقولة إنجليزية. أنا ما أعرفش أقول الكلام بالإنجليزي بالضبط يعني، بس عارف الترجمة. كلما زاد الجهد والعرق في التدريب كلما قلت الدماء في الحرب. طبعا. بس يا تافه، نبدأ الآن التدريبات. التدريب الأول، مزاريطة صفا. ايه انتبه، صفا صفا. بس يا ايه انتبه. التدريب الثاني هو بيولد عندك حاسة الانتظام. اسرك في سبعية. بس يا انت هو، احنا قلنا سقف السبعية مش الالف وتمنمية. بس معلاش معلاش، ما انت اللي مدربكم جاموسة. حافظين النشيد ولا لا؟ حافظينه يا كبير. ولا كيف السقفة؟ لا اطمن يا كبير. سمعني النشيد، واحد اثنين ثلاثة. علمونا مدرستنا زي نحبها، ونقف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. أنا قنقفت دلوقتي يا عوض. الرجالة جاهزين لتدريب السلاح. ودلوقتي حنبدأوا تدريبات السلاح. وأول ما يذكر كلمة سلاح نذكر كلمة الأمان.
وبمناسبة الأمان تحضرني مقولة إنجليزية فحواها إيه؟ سيفتي فرست. يعني إيه يا كبير؟ يعني الأمان أولاً، فرست يعني الأمان، سيفتي يعني أولاً. قم عمل إيه الخواجة؟ صنع في السلاح زرار اسمه زرار الأمان اللي هو الفرست اللي هو اللي قال. يلا يا كبير، يلا يا كبير، المعركة هتبتدي. حسك عينك، حسك عينك تقاطعني قدام الناس تاني يحترموني كيف؟ حتى لو قلت حاجة غلط عديها وقول لي بعديها. صح صح. المهم لو عملت زرار الأمان كده خلاص، والله لو مين داس على الزناد ما يطلعش منه طلقة واحدة. خلوا بالكم الأمان مهم ليه؟ علشان السلاح شاطر. لا يا كبير، الشيطان هو اللي شاطر، لكن السلاح غدار أو السلاح بيطوط. قسما بالله لو قطعتني تاني لردك مصر وحرمك من المهمة. لا لا، أحب على يدك يا كبير. اكتم. ولأني كيف ما كنت بقول لكم من شوي إن السلاح شاطر، وانت واقف وسط اهلك وناسك عيب يكون وش السلاح في وشهم. ننزل السلاح، اقلب السلاح. وقلبنا السلاح ليه؟ علشان اللي صنع السلاح ده انسان في النهايه، وكل الناس خطاء، فوارد يكون في خطا في الصناعه، فاثناء الحرب ممكن تترعش فصبعك يجي على السلاح. ما كفايانا عادي يا شيخ جميز، من يوم ما جه الكبير ده ورجالة اللي بتوقع منينا أكتر بكتير من اللي وقعهم المارشال مرعي في السنين اللي فاتت. ده مش وقته يا جميزي. مش وقته. اهدوا يا ولاد، اهدوا. أنا هتفاهم معاه. اللي هيتفاهم معاه هيقول له إيه يعني؟ اللي هيتفاهم معاه. شد حيلك يا ولدي، ما تعملش في روحك كده. شد على الله يا شيخ جميز. بقول لك ايه يا ولدي، احنا هنعملوا ايه لما يجي المارشال هو ورجالته في اول الشهر ده؟ هنعملوا ايه يعني؟ هنعملوا كيف ما اتفقنا. كيف يا ولدي؟ كيف ما اتفقنا والرجال عمالين يوقعوا واحد ورا الثاني؟ يعني هي الرجاله خلصت من البلد ولا ايه يا حاج جميز؟ ده حتى المزاريطه طول عمرها ولاده. ولاده؟ ايوه ولاده، بس على يدك انت شكلها كده هتبقى ندابه. يعني ما عادش فيه رجاله في البلد؟ لا، في رجاله. عندك الواد جزر ونعنعهم. احنا اساسا من بني. معليش يا شيخ جميس، معليش. كانه ما فيش غير حل واحد بس. حل واحد؟ حليه؟ نستعينوا بمحترفين من الخارج. يبقوا مين دول؟ شلة الشقاوة القديمة. انزل برهانك اسماعيل. لما نشوف شطارتك يا زبيرتو. تعجبني. شفت شطارتي؟ فلوسك هتغف. لا، احنا اتفقنا من غير نظارة.
تعجزني؟ ماشي. سبتي؟ أنا سبت. والله خسرتك. سبرتو مين؟ سمعتوا قتل الراجل وهرب؟ يا نهار اسود، الراجل مات؟ مات ازاي؟ انت اللي قتلته بغشمك. مش بغشمي، اصل انا قلعت النضاره وانت عارف يا كبير لما اقلع النضاره ما بشوفش حاجه. هو في حد دخل قال يا سبرتو شتت تفكيري. انت شفت الحادثه من اولها؟ من نصك ده. قول يا سبرتو كده. جريه يا جدع انت، جريه، ما تفكك من التفاهه دي عاد. واحمد ربنا اني انقذت حياتك. قصروا. انا جاي لك في شغلانه. في منطقه محذوفه، وهو تتوالك يمين بالمره. شغلانة ايه دي؟ تعالالي في الخرابة بكرة بالليل. استنى، بالليل في الخرابة؟ ده انا كلها بدقة. يبقاش مخك تخين عاد يروح لبعيد. تعالالي بكرة بالليل في الخرابة انا والرجالة. استنى، انت جايب لي اصحابك يعملوا حفله عليا في الخرابه؟ ينع الابو منقوع البراطيش اللي عم تضربه ده، خربط لك نفوخك. انا عاوزك انت والرجاله تتنيلوا تشرفوني في الخرابه، نقعد نتفقوا على الشغلانه. طب ما تقول كده من الاول. شقاوه؟ شقاوه. اشوفك بكره. بقول لك، شفت السبرتو؟ هو اللي واقف هناك ده لابس مقلب. هاتو يا بيل. صبعك وجعك ولا ايه؟ ما تخلي بالك يا طول وتشتغل بزمة. بقالك 5 ساعات في الحتة اللي في ايدك دي. يا اخي يا اخي، حلل القرش اللي بديهولك. الهي يا ربي، لو ما اشتغلتش بزمة ما تلحق تجيب بالقرش اللي انا بديهولك اكل تطفحه وتتسمم بيه. يلا عن تاريخ ما عرفتك. بقول لك ايه؟ اجمرني يا كبير. عاوزك في شغلانه. شقاوه؟ بطل يا انت مع الخلي وشوف شغل. ايوه شقاوه. انت عارف يومتي فخده دانيه وقدره فول ومتر غيف تايزر. ايه العك ده؟ هي بحاول اخسس. ابقى قابلني، قابلني بالليل في الخرابه. خرابه؟ هي شقاوه من اني نوع؟ تريه يا اقعد انا وانت نتحددوا كلمتين في الخرابه انا وانت والرجاله. فهمت. اشوفك في الخرابه. سلام يا كبير. هيرجعونا تاني للذي مضى. بطلت شغل ليه يا جاموس؟ ايه في ايه؟ خش الجو. لا ده انا هطلع عينك. خش الجو. بتعمل ايه؟ اعمل ايه يا عاد؟ تحرم تحرم، تمد ايدك عليا يا ابن الكلب. تحرم تمد ايدك عليا يا ابن الكلب. حد اللي يشوفه حاجه.
طب وشرفك يا جوني تصدق بيه؟ ونعم بالله يا خبيب. لا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله. انا اول مره اروح المشوار ده مع حد ما اروحش مع اي حد الحكايه دي انما انا بس جاي معاك عشان التفيري جود جوني. ثانك يو اوانس. اوانس ده كلام برضك انت جعان ولا ايه؟ انا بقول لك جرانس جرانس. سوري يا حبيبي انا لسه عارفك النهارده اسمك لسه مش خفصته. هاي براحتك يا جوني خد راحتك. بقول لك ايه ما تاخذنيش يعني انا عدى عليا انجليزي اشكال والوان اول مره اشوف انجليزي بالهيئه دي. انت متاكد انك من بريطانيا ذات نفسها؟ وعهد الله انا من بريطانيا. لا اله الا الله. يعني ما انتش مثلا متاخد اسير من دوله تعبانه كده ولا كده؟ ومقام سيدنا الحسين انا من ليفربول. غريبه. ما غريبه الا الشيطان يا حبيبي. انتوا مش عندكم في المنصوره في ناس خلوين؟ امال احنا عندنا في ليفربول في ناس جربانين. اه قلت لي بقى عشان كده. تعال يا جوني. بقول لك ايه يا جوني؟ استنظرني انت هنا قدام العماره دي. اوكي اخش استقضى المصلحه واجي لك في كل حاجه. خربنا كتير. عاوز ايه؟ حشيش، ماريجوانا، اكستاسي، فودو، بالله كله موجود. احنا عايزين من كل خاجة خاجة. اشكل لك يعني؟ عايزين واخد مشكل. حبيبي يا جوني. جيب مي موني عشان اخش اجيب لك المصلحة واجي. اوكي بسرعة لحسن انا خمران. انا حاسس بيك. ما تجيبهم كلهم اديك الباقي. طب بسرعة يا برانس. برانس بردك. ما قلنا جرانس ارانس. انت قافش عليا ليه يا حبيبي؟ ارانس برانس كبد اوانس. ما انت عمال تغلط فيا من الصبح وتقول جوني وانا ما اسميش جوني. الا امال انت اسمك ايه؟ اسمي ماك. ماك ماك دونالدز. دونالدز الثلاثي ماك دونالدز المعادي. اه طب خلي بالك من روحك. ها بخافك يا حبيبي. يلا بي. اوه يا خراشي اوعى الفحت لا تقع تحت. مزه قوي دي. النهارده لازم نعمل معاصي كتير. خدتي بوسي يا بيت. خدتي حتي يا بيت. اوه نفسك يا بنتي. اموت في النسوان الشديده. يلا في الجلك تشكيله يا جوني اكسرا. يخرب بيتك يا ولية. ايه ده؟ ايه اللي عملتيه في الراجل ده؟ كمان عندك شنب يا ابن العبيطه. هو في حرمه في شنب ياد؟ انا الكبير. الكبير كيفك يا ولد عمي؟ وحشتنا يا كبير. ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ بيني وبينك رحرح اكتر. انت خبر زين ان بشرتي حساسه ما بطيقش التسلخ. اكون لابس كده ليه يا مهبل؟ ما اكيد متنكر. ما انت عارف اني مطلوب في كل مكان. وايه اللي هدفك عندينا؟ عاوزك في شغلانه. خير رقبتي؟ قابلني بالليل في الخرابة. في الخرابة بالليل ولابس حرمة؟ أنا وشك ده برضك؟ لا إله إلا الله. هو أنتوا ليه يا دماغكم كلها حاطفة شمال؟ ليه؟ إيه الحاجة الملدوعة المشتركة اللي في طفولتكم كلاتكم؟ عايز أقعد معاك في مكان خلينا نتحدثه، عندي شغلانة. مشوار شقاوة ولا إيه؟ شقاوة. شقاوة؟ وحناكل من وراها البقلاوة. أيوة يا كبير فين أيامك؟ وحشتنا. اللي اختشوا ماتوا. يلا إيه يا ولي؟ راجل؟ ما عرفش ياخدوا اصحابه ولا ايه؟ يا سلامة. يا سلامة. سلامة يا طفشان. سلامة سلامة. ما فيش حد هنا اسمه سلامة. لا مؤاخذة لا مؤاخذة. سلامة يا عم. يا اللي بتزعق انت مش شايف الساعة كام؟ ماني اصلا بدور على واحد صاحبي ما ملاقيهوش. بتدور ما بتدورش. انا مالي؟ مش شايف في ناس نايمين وعيال عندها مدارس؟ ايه انت ما عندكش دم؟ لا احترم نفسك يا انت. لا احسن قسما عظما اديك بالمركوب. انت تديني انا بالمركوب؟ انت ما تعرفش انا مين؟ هتكون مين يعني؟ واحد عايش في برميل طرشي. هتكون مدير بنك؟ ما اكيد واحد جربوع. ادخل جوا يا ادنى. دخلت. سلامة.
السلامة. بنغلى احم ولا دستور؟ لا مؤاخذة، أنا ليا واحد صاحبي ساكن معاكم في الكومباوند هنا، بس هو ما قاليش رقم البرميل بتاعه كام. بس برضه ما يصحش. الظاهر إني جيت في وقت مش مناسب، أنت كنت بتاخدي دش ولا حاجة؟ تشرب شاي؟ لا ما نقدر. تعال. يا ولية. تعال أنا لسه بنيمة العيال. إيه يا جماعة الخير؟ إيه؟ صوتك عالي يا أم سمير ليه؟ سلامة. إيه ده؟ الكبير؟ خلاص يا ام سمير خش، ده تبعي ليه؟ خلاص بقى يبقى تعالى، دي انت عرفت العلوان. خش جوه ليه؟ اهدي يا وليه خوري. اهدي اهدي. منورني يا كبير، ما بتجيش تسال عليا ليه يا قمر الليالي يا اخي؟ تعالى اطلع. اطلع فين يا دي اهبل انت؟ عاوزك في موضوع مهم، انزل لي. حاضر استنى يا اخي هنزل لك. ليه؟ وحشني يا كبير. ايه ده؟ هو انت واخد دور الفقاني ولا التحتاني؟ الاثنين. دوبلكس يا ابن اللعيبه. يعني ايه؟ ما علينا، عاوزك في شغلانه. تحب نقعد في الجنينه ولا في البرجوله؟ حداكو هنا فود كورت. يعني ايه؟ عارف البرجوله ما عارفش الفود كورت. عاوزك في كلمتين. طب استنى يا اخي اعمل لك اتنين شاي يعدلوا دماغك. ماشي. ولا يا حمادة؟ أيوة يا أم سلام. مين ده؟ مين ده؟ ده حمادة بتاع الشاي. انزل يلا اعمل لنا اتنين شاي. ليه؟ ماشي. حمادة الشاي بتاعي سكر زيادة يا حمادة وتقيل. ها؟ مين اللي ماشي بالبوص جنبك ده؟ أخوك؟ ده أبوك. لا مؤاخذة يا حاج، لا مؤاخذة. وبرجع الكوبايات عم سلامة. ماشي يا حمادة. ماشي. بجستر أبوك، ما تخلوش يمشي جوه البرميل سلبوته. إيه يا سلامة ده؟ إيه اللي سكنت جوه البرميل؟ ما أنت عارف يا كبير إن الدنيا على طول ملتمة فيا، وأنا بعافر فيها وأهبر فيها، ومن ساعة ما هربت من الملجأ وجه المعلم كرابيجي. لا 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 لا، بقول لك إيه؟ اسمعني زين. قصة كنت في الملجأ والمعلم كرابيجي ما عاوزش اسمعها تاني في حياتي، لاني من ساعة ما عرفتك وانت خوتني بيها. اتفقنا؟ حاضر. بس عاوزك في شغلانة. شغلانتي ايه؟ شقاوة. واحنا حدانا غيرها؟ الله اكبر عليك يا كبير، ولع الدنيا. قول بقى. احلى ايام ايام الشقاوة، وانت عارف انها ما شفتش يوم حلو في حياتي من ساعة ما هربت من الملجأ وجيت المعلم كرابيجي. انت يد عبيط يد ولا جاموسة؟ ما انا لسه قايل لك ما عاوز اسمع القصة دي تاني. حاضر. قصره معايا ولا مش معايا؟ معاك يا كبير. اشوفك بالليل في الخرابة. لا الخرابة لا. ليه الخرابة لا؟ انت عارف دايما ان الخرابات بتدي شعور بعدم الاطمئنان والطمأنينة، ومن ساعة ما هربت من الملجأ وجه المعلم كرابيجي. هات النبلة دي، هات النبلة دي. دقيقة. ليه كده يا كبير؟ حرام عليك يا اخي. ليه النبلة دي؟ انا سرقتها من الملجأ من قبل معلم كرابيجي. ملعون ابو المعلم كرابيجي. ايه مين جعيدي؟ جرانس. كيفك يا جعيدي؟ تمام يا جرانس. ايه اللي جابك؟ جاي صيف يا ابو مخ ظلم. اللي جابني جابك. لو انت الاخر الكبير قالك على العمليه اياها زي ما قالك قال لي. مين سبرتو؟ جاي حبيبي يا سبرتو، ليك وحشه يا غالي. والله وخسيت على الجهديه ولا ايوه، بعمل ريجيم بنام من غير عشاء. كيفك كيفك يا سبرتو؟ اهلا عبدو ارانس. انت لسه قاعد بتبيع مخدرات لعساكر الانجليز؟ اقصى على اللي نفضك. خبرك ايه يا سبرتو؟ هو انت الكبير برضك جالك العمليه ولا ايه؟ ليك شوف حاجه. عجايب. انا كنت مفكر الكبير هيعوز عالم فايجين. ولا اتلم. ما اتلمش. ولا جرى لك ايه؟ مالك صالح مين؟ مالك صالح انت يا جعان؟ في ايه؟
ليه كده يا أخي ليه؟ بتتخانقوا مع بعض ليه يا أخي وتزعقوا ليه؟ والكبير قايل لنا إن الموضوع في الكلوز ليه؟ الله نور يا قمر. كيفك يا طفشان؟ هيقول لك مرة يا طفشان واحد تخين فهم طب مات. بيقول لك يا زبرتو مرة واحد طويل بطربوش أحمر قال لي حياة كان هيموت. ايه يا كبير؟ مالك فيه وانت عجبتك قوي؟ كم مرة واحد مقلم ضحك مات من الضحك. بايخة. حلوة. بايخة. لا حلوة عجبتها. بايخة ولا لا؟ الحياة عجباني. تصدق انت قليل الأدب. ولا. أنا غلطان اللي بدافع عنك. لا غلطان. ولا. الزلاتي. زلاتي مين؟ الكبير. من ايام الجهاديه لحد الوقت وانتوا عم تمسكوا في بعض كيف نقر ونقير. ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ابنك ده يا كبير شبهك موت. مش قلت لك حتجيب لك كلام يدي يا ابن ال... ما قلت لك الزق الشنب. الزق الشنب. اي كفايه فضايح، اقعد هنا. العمليه دي ما عايزاش عيال صغيره تمسك في بعضيها، عايزه رجاله. يا كبير صحيح ما قلت لناش العملية دي ايه وفين؟ العملية دي في البلد عندنا في المزاريطة. فين؟ في المزاريطة. اكتم ما تروش. اهل البلد قصدوني، المطاريد ناهبين البلد واكلين خيرها اول باول، واهل البلد غلابة وفقرة وفرافير في نفس الوقت، فقصدوني وقالوا لي جيب رجالتك وتعال احمينا. ابو حقنا يا كبير، حق الرجاله ده هي هناخده من مين؟ من اهل البلد الفرافير الغلابه. جرى ايه يا قرنص؟ وين عمري يا رجاله كلت حق حد فيكم؟ بس انا اتغيرت خلاص، ما بقيتش اقول حق اصحابي، باكل بس يعني حق اليتيم مال حرام الحداد دي. المهم يعني حقكم حيكون في رقبتي، وده واحد مني. متفقين ولا ما متفقينش؟ ما نتفقش ليه يا اخي؟ ما انت عارف ان المعلم كرابيجي كان بيجيب الملجأ ويقعد. فكك من القصه دي. ما هو كان بيجيب. كلنا عارفين كان بيعمل ايه. انا ما اعرفش يا كبير، كان بيعمل ايه المعلم كرابيجي؟ بس يا ما فتحش عين، ده لسه عين صغير. يلا نقرا الفاتحه. اعذرني انا يا كبير مش هقدر اقرا معاكم. ليه؟ بوزي؟ لا مش النظريه، بس الحقيقه دمي كله بقى خمرة يعني. نجاسة يا أخي. مش كده، ثانية واحدة كبير. ايه؟ أنا ما حافظت الفتحة. ما حافظت الفتحة ليه؟ أنت مش بلغت ياد؟ ايوه. يبقى مكلف وهتحاسب. خلاص يا أخي نقراها أنا وأنت وقرانس وجعيدي. ما ينفعش، عاوزنا نقرا الفتحة مع واحد ديلر. احنا عايزين ربنا يكرمنا في المهمة. شح. خلاص أقرأ أنا وأنت وهو. ماشي. بس بصوت واطي عشان صوتك ما يفصلناش. ولا بلاش أنت. وانت نقرا انا وانت وخلاص. ماشي. انا لحالي. اوبا، حد فيكم معاه كونتاكت لرجاله توقف معانا؟ بس يبقوا رجاله وعرين. حقيقه يا كبير انا اعرف اصدقاء ليا من المطاريد، تقدر تقول يعني البيست فريندز بتوعي. ممكن نكلمهم ويجوا immediately يعني فورا حالا يعني. يا جلوس الطين، انا من صباحيه ربنا عم بنبح صوتي وعم بقول رايحين نتعاركوا مع المطاريد. تقول البيست فريندز؟ الهباب اللي عم تطفحه ده كم في المية كحول؟ لا مش فاكر. انا اعرف واحد يا اخي. بس ليه يعني؟ ايه حرام عليك يا اخي ليه كده؟ انا اقصد مين الدكر ابن الدكر اللي هيروح يجيبه؟ مين ده يا اردش؟ بس يبقى انا اللي هجيبه. بقول لك ايه يا كبير، ما بلاش اردش. بلاش ليه؟ انا عاوز اعرف بس هو فين. شايف البيت اللي هناك ده؟ ايه اهو ده بيت اردش. سمعت الصوت اللي طلع من شويه ده؟ ايه؟ ده صوت اردش يا حماده. اسمع عوض حماده. طب وانتوا متاكدين ان الصوت ده
مش صوت دبه ولا اسد، يعني صوت بني ادم زينا. هو بني ادم بس مش زينا. انما كبير، انما كبير بلاش اردش، انا خايف عليه. خلاص بقى يا جعيد يا اخي، الكبير معانا وهيحملنا لو اردش خرج علينا. خلاص جاتك القرف في طخنا. خلاص يا جعيد يا عاد، انت بتبكي؟ في جعيد في الدنيا يبكي؟ بعدين يعني وانا اللي كنت بقول ما حدش يروح يجيب اردش معايا غير جعيدي. لا لا يا كبير، اردش لا. خلاص امشي يا اردش امشي، جعيدي بقى حلو وبقى ياكل الزبادي. شاطر يا جعيدي يا حبيبي، خد خد دي. ايه دي؟ عسليه. عسليه ايه يا مهبل انت كمان؟ عسليه ايه؟ جايب بنت اختي معايا. يلا يا عود، يلا جهز نفسك، العب لك دورين ضغط ولا حاجه، انا وانت نروح نجيب هردش. يلا. بس انا لسه صغير على الحداد دي يا كبير. وحياه امك، وانت تكبر وقت ما تحب وتصغر وقت ما تحب. ايه الشاب المطاطي ده؟ بقول ايه يا كبير؟ انا بقول ناخدها من قصرها ونتكل على الله من هنا. هو المثل بيقول يا كبير، جري الله يخرب بيته احسن من وقف الله يرحمه. جريها يا رجال، ما توحد الله عاد. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بسم الله ما شاء الله كثير، والكثرة تغلب الشجاعة معروفة. طب ما تخش انت الاول يا اخويا، مش طول الطريق عمال تقول اردش ده هديله بصباع رجل اليمين. اتفضل خش برجلك اليمين كلاتها. تعيد متخلف يا دي. انا لسه بقول الكترة، احنا ما قلتش لحالي. بعدين يعني انتوا مفكرين يعني ما اعرفش اروح اجيبه لحالي ولا ايه؟ سهله اقدر اعملها، بس ما عاوزش دلوقتي. ليه؟ عندي فطنه، لو عملت كده حبوظ فكره التيم ورك اللي عاملينه ده. رحت لحالي انا اكسبه لحالي، انتوا هتنفسنوا وتسودوا من جوه وتجيبوا سيرتي من ورايا وتطلعوا عليا في اشاعات. لا لا لا، ما نقولش حاجه كده. لا هتعملوا كده، هتعملوا كده، انا عارف. بالعكس ده احنا هنفرح لك. يا عمي النجاح بيغير النفوس، صدقني انا ياما عملت فرق كيفكم وراحوا كلهم في داهيه. جريها يا جدعان، متنحين فيها ليه؟ ما توترونيش عاد. خلاص انا اروح اجيبه لحالي. ايه عودت ليه؟ عشان حكيم، الحكمة تحتم علي ان اخر كارت ترميه هو العنف، لا للعنف. انا استخدم الكارت قبل الاخير الحين. ازاي يعني؟ هتسحر له؟ أنا ربطت المعزة هناك ليه؟ ليه؟ طعم. هو هيطلع من بيته هيحاول يتهجم عليها، نفاجئه ونرمي عليه الشبكة، نكتفوه وناخدوه على النجع، وهناك نروضوه. أيوه. شفت الحكمة؟ شفت الحكمة؟ يا فطر يلا لوني شبكة. يلا 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 يلا. شاهد شاهد، تعال تمثل. طيب عشنا قوي. ايه ده؟ راحت فين المعزة؟ الغريب انه ما فيش ولا اسهم، لا حوافر ولا قرون. كل بني ادم خطاء، في تعديل عمله اخر. انا بفكر نربط له جاموسي. ليه؟ لان حجمه راحوا فين بلدك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا اقعد يا ولدي. كنا عاوزينك يا شيخ جميز. خير يا ولدي، عايزيني فيه؟ ايوه كنا عاوزينك يا شيخ جميز. بقول خير يا ولدي، عايزيني فيه؟ صح، عايزينه فيه. قبرين امك يا بعيد،
وانت مش كنت قاعد واحنا بنتحتتوا؟ بصوا احنا نوينا احنا واهل البلد اننا نستغنى عن خدمات الكبير. اها خلاص يا جماعة، الكبير راح وراحت ايامه. راحت ايامه؟ تقول ايه؟ زي ما بيقولك كده، احنا فايتين الكبير بيتعارك مع اردش، وكان في نيته يجيبه يقف معانا في وش مرعي ورجالته. يا جعان طين الطين وراح يتعارك مع اردش. يبقى الباقي في حياتك يا جزر، حياتك الباقي يا نعناع، او خد الشر وراح. والله يا رجاله الكبير هيتوحشنا قوي، ايامه كانت زين. الله لا يعيدها. فاكر يا ده سلامه لما كنا في الجهاديه سوا، كان بيصحى اول واحد فينا وعشان يصحينا يرشنا كلنا بالميه، كان سخيف قوي. ولا لما كان حد مننا يزوغ من الطابور يا اخي، كان بيجري يبلغ عنه الحكمدار على طول، الله يرحمه كان ندل. الله، انت ازاي كنت معانا في الجهاديه بصوت امك ده؟ بوه خبريه، الكبير وراح، هنقعد نولولو عليه كيف الحريم؟ لازم نفهم ونديه حال الدنيا، جيل هيسلم جيل. يا ده مع الكبير ده ما يتعوضش. صح، بس لا والله يتعوض. انت لو خدت وديت مع نفسك هتلاقيه يتعوض عادي، الفتحة على روحه. يا ابني الجنية يا اخي. Wait a minute. في حتة عضة معايا مش منطقية، مش عارف ابلعها، يا اما انت نطيتها في الكلام. ايه هي؟ اردش، اردش اللي عمال توصف لي بقالك ساعة فيه مونستر وضخم وملوش حل وبياكل الناس، مشي كده عادي مع الكبير جدا؟ خد وروح بيه؟ لا طبعا. يعني عمل ايه؟ القدر في هذه اللحظة كان له دور كبير، والصدفة لعبت لعبتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إيدي إيدي عسلية عسلية. أنت بتحب العسلية؟ أيوة. تيجي تحارب معايا وديك عسلية؟ أيوة. أنت طلعت في المهنة فيك؟ أيوة. وأردش ده يا دوني كان فصيلة نادرة جدا، كان يعيش في الجبال ويتغذى على الحيوانات البرية والمخلفات. سوري سوري بس هقطعك ثانية واحدة، هو ده بيولد ولا بيبيض كان؟ يعني هم العلماء احتاروا فيه الصراحة، يعني ساعات بيولد وساعات بيبيض. يعني ايه؟ حسب حالته النفسية. المهم جدك الكبير جدا الله يرحمه اصطاده ونزل بيه على الحضر وولفه على إنسية، وبالفعل يعني تم التلقيح وحبلت، وقعدوا يتناسلوا ويتكاثروا لحد آخر السلالة. آخر بطن جابتها كانت ولدة فيها اثنين، ذكر وانتاية. النتاية طلعت لايحة ونايمة على جنبها كده وصغيرة، والذكر طلع أشرف. قبل ما يتم شهرين كان أخته. أو ماي جاد، أشرف الغفير اللي بتقعد تهزقه طول الوقت. هو في حد اسمه أشرف وبالمواصفات دي غير ده؟ طب صدق وتؤمن بيه. أشرف دي يعتبر قزم في عيلته، أردش ده جده كان يعمل منه ثلاثة أربعة. أو ماي جاد، تعرف أنا من أول ما شفت أشرف قلت كده، قلت إنه مش بيور إيجيبشن، يعني دمه فيه حاجة من برة، ملطوط حاجة من برة. عارف عارف فيلم كون إير؟ عارف المغتصب اللي كان في الطيارة؟ فاكره؟ أنا قلت إنه في دم لاتيني من الواد ده، حاجة زي كده، أو مثلا من الغجر بتوع إسبانيا. هو عيلته كلها غجر فعلا يعني، بس ما لهمش علاقة بإسبانيا. طب كمل كمل كمل. الأقدار لعبت لعبتها مرة تانية، وبالفعل جمعت فرقة رجال من أروع ما خلق الله، والفرقة دي كانت بدأت بأن تنسج وتحيك خطة حربية من أعظم الخطط الحربية في العالم. ما تيجي يا أردش يا أخي تساعدنا يا أخي بدل ما أنت واقف كده. ما فاضيش ليك أنا، بلعب مع عيال. بتلعب وإحنا داخلين معركة يا أردش؟ أيوه أيوه يا أخي. شاطر يا بودة،
انت الوحيد اللي بتساعدني في النجع ده. يا سلام، جاهز للمعركة؟ ادينا بنجهز اهو يا اخي، وربنا يكرم. ايه الهبل ده؟ اوعى يكون دي تجهيزاتك يا استنى اوريك. ويلكم مستر مرعي. بس انا كنت بفكر بقى اشيل البلانين البنفسجي واحط مكانها بلانين اصفر ليموني او اخضر زراعي. ليه؟ صدق انا استاهل ضرب الجزمه اللي مخليك معايا لحد دلوق. يا ده احنا جايين نحتفل بعيد ميلاده، احنا جايين نقتلوه. فرقع هذه البلالين دي، فرقعها. انت ليه يا اخي بتقتل الفرحه جوانا كده؟ ما انت عارف ان انا من ساعه ما دخلت الملجا وكان المعلم كرابيجي. هو المعلم كرابيجي كان بيكرب زكياد وانت صغير. هو كان بيربطنا كده وما كناش فاهمين ليه. انا فاهم ليه، مع النتيجه ها. اخفي هذا الهبل ده، الله يكشفك. يقولوا علينا ايه؟ يقولوا علينا ايه يا كبير؟ اخفي. يلا يا بودا يا حبيبي نمشي احنا من هنا. تعال يا حبيبي يلا. خير يا زبرتو؟ ايه رايك؟ بسم الله ما شاء الله، يعني لاندسكيب زين. لا لاندسكيب ايه، انا اقصد بص على الارض. مالها الارض؟ تربه يعني؟ تربه زينه تنفع في الاستصلاح الزراعي والمباني. ايه التفاهه اللي انت عم تجرني فيها دي؟ داخلين على عركه. ما فهمتنيش. طيب زهران. ايوه. عايزك تعالى اشحن. ما فهمش حاجه يعني، ايه الموضوع؟ طيب هشرح لك. بسيوني. ايوه. سيب المقطف وتعالى، عايزك انجز. ايه ايه يعني ما فهمش حاجه، ايه اللي عاوز توصله لي؟ تتنطط علي يعني حافظ الاسامي كلاتها؟ ما عادي عادي. انت يا جدع انت. انا ايوه. سيب اخوك وتعال انجز. ناديت توجاني كيف وكيف زهران وكيف بسيوني ووقع كيفهم كمان. مش الاسامي، ما بعد الاسامي. الترب في الحفره، الخداع الاستراتيجي اللي انا عامله عشان المعركه. يجوا يقعوا نصطادهم. ايه يا كبير، ده انا اللي بشرب. انت القائد. انا متفائل. بس انا متشائم. قولي ليه؟ ليه؟ لان دي اقدم فكره عرفها الانسان من ايام الانسان البدائي. أنا أصلاً وأنا جاي كنت شايفها، بس من كتر ما هي بديهية ما جاش في بالي إن هو ده الموضوع اللي بتقولي عليه. باختصار مفيد، الفكرة زينة، بس أنت المفروض تزود القش قد 12 مرة كمان. المشكلة عندك في الفينيشنج. الفينيشنج سيء سيء. اسحب. هولد هولد. اللهم صل على النبي، كأنك انت الوحيد يا اللي هتنصرني في العيال دي كلها. ربنا يخليك يا كبير، انا مش عارف من غيري كنت عملت ايه. تهدى انت، هتزيط يا ده ليه؟ الربراب ده كيف هيفيدنا في الحرب؟ ربراب ده استخراع يا كبير، اسمه العدله الحربيه التي ترمي الاسهم. ده اسمه ايه؟ امال شرح يبقى قد ايه؟ ما هو شرح نفسي تافه. كمل يا تافه. انا هقول لك. كمل يا عدرودي. انا هقول لك. كمل يا عيل صغير. انا هقول لك يا كبير على الخطه اللي انا عاملها. شوف يا كبير، انا عملت قراءات وابحاث وقعدت مع الشيخ دميز استدرده. استغفر الله العظيم، تستدرد بجد ابوك يا استدرده؟ يعني اخد ودي معاه في الكلام. عرفت منيه ان المارشال مرعي لما بيادي بيقف هنا في النص، عشان كده حاطط العدله الحربيه التي ترمي الاسهم. اول لما يادي هوب تهدي في زوره. خطه فاشله. ليه؟ من قبل ما افكر كده في خطأين باينين كيف الشمس. ايه؟ الخطأ الأول، مين قال لك إنهم هيجوا راكبين خيول؟ ممكن يفاجئونا، يجوا راكبين حمير، الأسهم هتيجي من فوقيهم، ولا راكبين جمال، ولا أفيال، هيجي الأسهم من تحتيهم.
هي تفاصيل دقيقة يعني أمثالك ما يفكروش فيها. خطأ الثاني، فرضا أفرض إن الخطة الهلامية دي نجحت وسام جه في زوره، إن شاء الله اللي حواليه أصنام واقفة، ما لازم هيهربوا. يهربوا أكيد هيهربوا كده، أهل البلد كلاتهم هيبقوا واقفين فوق الدامع ويحدفون بالاستقراع الثاني الجلل المولوتوفية. أنا ما غلطتش لما قلت عليك تافه. ليه يا كبير؟ لأنك مركز لي في الأسامي عم تجعلصها وسايب الخطط. خطة فاشلة برضك. ليه؟ برضك فيها خطأين باينين كفي الشمس. خطأ الأول، لو أهل البلد كلاتهم وقفوا فوق الجامع هيوقع بيهم. لا هيوقع بيهم أنا عارف. والخطأ الثاني، مين قال لك من أساس إنه لو حبوا يهربوا هيهربوا كده؟ يمكن يهربوا كده؟ يهربوا كده؟ هنا تادي دور المدنيق. ليه؟ المدنيق. ايه المدنيق دي؟ دمع مدناق. المدناق اللي هو اللي كده اللي بيحدف. احنا عاملين حسابنا معانا مدناقين، مدناق هنا ومدناق هنا. المدناق اللي هناك سدين بيه مدخل البلد ما يعرفوش يخرجوا، يقوم المدناق التاني ضارب عليهم يده شمالهم. مش منطقية برضه. ليه يا كبير؟ انت درست علم النفس؟ لا. في مثل كان يقول لك، ما انت جاهل اصلا، الفار لو دخل المصيدة وحب يهرب اول طريق يرجع من مكانه، يعني ممكن يهربوا كده. يا ريت يهربوا كده، ده اللي انا نفسي فيه. هنا تادي دور الشبكة العنكبوتية المخفية. ده فيلم جديد ده ولا ايه؟ لا دي الخطة البديلة اهي. اول لما يدوا يهربوا رجالة البلد كلاتهم هيبقوا واقفين هنا، يشدوا الشبكة نزلقوهم في النص، ودي المدناق اللي هنا والمدناق اللي هنا والجلل المولوتوفية والأسهم والسلاح والردالة هنصدهم كيف الزرازير. ما عجبنيش الخطة. ليه يا كبير؟ تحس في واحد مراهق هو اللي كاتبها، مش منطقية. يمكن يعني المنطقة الوحيدة اللي فيها بذرة فكرة وبرضك فاشلة غير لما أنا تدخلت وقلت عليها التعديل اللي هي قاذف الصاروخ. العدلة الحربية التي ترمي الأسهم. أيوه يا تافه هي دي. هنحط لها بس مفصلة من تحت. خد بالك، مفصلة من تحت عشان لو عايزين نرفعوها ننزلوها تبقى على المفصلة دي. هشوف الموضوع دي. هتشوفش، تسمع اللي بقولك عليه وبس. أمرك يا كبير. يا رب يا رب انصرنا على المرشى المرعى ورجالته. انت العالم اللي غلبان والعيال اللي معايا دول غلابة. اكيد الواد سلام اولاد عوض فضحين باينين ان احنا غلابة. يا رب المرة دي احنا ما دخلناهاش شقاوة، احنا جايين نرجو الحقوق لأهلها، يعني حاجة زينة. بس لو انت شايفها حاجة عفشة خلاص نلغوها. بس اديني اي علامة، اي علامة واني افهم. ده غراب، والغراب يعني شوم. يبقى نلغوها. بس ده كروان، والكروان يدعي للتفاؤل. يعني ما فهمش حاجة، يعني أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ تعمل الصح. اهدى، أنت هنا من متى يا شيخ جميس؟ من وقتي يا كبير، ما كنت بستني العلامة. أنت بتتصنت علي وأنا بدعي ربنا؟ وعد تكون أنت اللي عملت الأغراب. لا العرس، العرس يا كبير، يا كبير يا كبير طمني. احنا اخبرني فاضل يومين على اول الشهر. والمرشال، المرشال باشا زمانه على وصول يا كبير، على وصول. وانت عارف هيحصل ايه؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ شي جاهزين شي ولا جاهزين؟ جاهزين.
جاهزين يا شيخ جميس. ما تخافش، لا المرشال مرعي ولا عشرة مرشال مرعي يقدر يقف قدامنا. ربنا يطمنك يا ولدي، ربنا يطمنك يا ولدي، ربنا يطمنك يا ولدي. ربنا يستر. ودي علامة ولا من الشيخ جميس؟ أشهد أن محمد رسول الله. يا سيدي أنت بتعملوا إيه؟ بنتوضوا يا كبير عشان نلحق لصلاة الظهر. ظهر إيه يا جاموسة؟ ما هالأذان ده إحنا اللي عاملينه وهمي علامة. أمال أنت كنت بترمح وبتجروا من مين؟ عشان نلحق الصلاة. وأنت أنت أنت بالذات أنت بالذات إيه اللي موقفك هنا؟ حبك تتوب دلوقتي؟ بقالي 32 سنة نفسي أصلي. لما جت اللحظة عايز تحرمني منها ليه؟ استغفر الله العظيم. يلا 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 بس بعد العملية حاول هطلعك تحت. يلا 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 هيوقع في الحفرة، هيوقع في الحفرة. ايه ده؟ ما وقعوش؟ يبقى في خاين بناتنا. انت هذا اللي فتنت؟ والله ما فتنت. فتن ايه وخاين ايه ونيلت ايه؟ انت اللي قعدت تنظر وتفتي وتقول لي غطيها غطيها. ايه دي اللي غطيها؟ الحفره. لغايه ما بسم الله ما شاء الله بقت جبل بيعدوا من حواليها. انا قلت بس انت افعالك يا الغلط. في سنس كل دي كل ده قش. طب اتغطى انت بقى لا يشوفونا. انزل يا فالح. صباح شريف يا شيخ جميز. خير يا مرعي، عايز ايه؟ ايه ده مرعي كده من غير مرشال؟ هو في ايه يا جميز من غير شيخ؟ ارحل يا مرعي بقول لك اهو. ارحل؟ طب وحقي؟ حق ايه يا مرعي؟ حق ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انت عارف قبله معنى الحق ايه؟ ايه بس يا حمار انت وهو. الله، ده انت عندك ضيوف يا شيخ جميز. انا مش ضيف، انا ابن النجع ده وجاي النهارده عشان اقطع رجلك من هنا واخليك ما تعودش تهو. انا الكبير جدا. انت الكبير اللي داير ورا الغوازي في مصر؟ دي نخرة ودي نخرة. انت بتتوه بتقول اي كلام عشان شكلك يفضل زين قدام رجالتك بعد ما هزقتك وقلت لك حقطع رجليك. وانت بقى اللي هتقطع رجلي من نجع لوحدك؟ انتوا الاثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. لا استنى، ولا انا عديتك قبل كده. لا مش انا. لا عديتك وعارفك، عديتك قبل كده. لا ده اخته، اخته التوأم، توأم ملتصق. بس انا عديته قبل كده. انت بتخم في العد. لا انا ما بخمش في العد. بتخم في العد.
طيب يا سيدي ما تزعلش، نعد من الاول تاني. اوعى تخلف الجواميس اللي تعوموا على عمه. اسمع يا جدع انت، انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده. قدامك حل من التنين، يا تعاود مطرح ما جيت تبقى هنا وندوك بالجزمه. اه يا قليل الادب يا سافل يا اللي ما تربيتش، هاتول النوتي ده. عوض اضرب عوض. خلصت ولا ايه يا كبير؟ العلم عند الله. قاعد ولعت يا كبير. ما هو بسببك وبسبب جهازك المتخلف ده. بسببك انت. لا انت اللي قاعد تفتي انا غلطان اني سمعت كلام نسوين. انا مش نسوين. امال ايه اللي يسبق ده؟ ايه اللي يسبق ده؟ ايه يا كبير يعني احنا دلوقتي يعني وضعنا ايه يعني؟ انتصرنا ولا ايه يعني؟ والله فكره. بقول لكم ايه؟ يلا نزيطوا. يا اولاد الكلب. بضرب رمل علشانك ما هو انت الكبير وطلع عمرك كبير عملت رمال يا كبير وبضرب رمل علشانك وجدتك سعيد المعاني والسعد خدامك ده انت بدح في الجمال يا كبير ده انت بدح في الجمال وحلو برجالك وحلو برجالك يا ابو من حق الكبير يتدلع من حق الكبير بدموعي بالفرح تولع ما هو انت الكبير من حق الكبير يتدلع من حق الكبير ودموعي بالفرح تولع ما هو انت الكبير اتدلع يا بابا اتدلع غني
جمعت الحبايب جمعت الحبايب والقرايب جمعت الحبايب والقرايب جمعتهم صالحتهم جمعتهم صالحتهم جمعتهم. اتفضلوا اتفضلوا يا كبير، الوكل جاهز. خش يا ولاد اتفضلوا بالهنا والشفا. ايه يا شيخ دميس؟ ايه ما تجي تاكل معانا؟ سبقتك يا ولدي، يلا كده مطرح ما يزرع يمري. شيخ دميس طلع ندل كل قبلينا. عارفين الوكل اللي عم ناكله دي ايه؟ ايوه عارفين، لحمه وفته، بس يا ريت يجيبوا لنا شويه مخلل او سلطه طحينه عشان الواحد نفسه مسدوده. يا جحش، اهل البلد ذبحوا لنا معزه من الثلاثه اللي حلتهم العي اكلوا من لبنهم العيال. والله ناس كرماء، بس يكملوا جميلهم بقى وجيبوا لنا شويه خضار نبلع بيهم الرز دي عشان الواحد يحس ان زوره مسدود. يا ابويا عليك انت يا اخي قور، هيقول لك ذبحوا لنا معزه من ثلاث معزات حلتهم هيوكلوا العلب لبنها. املاح هنحلبوها بعد ما تشوت. ده ايه تشوت مش هتتحلب. يا اخي انت جليات يا اخي ليه؟ المفروض احنا نقوم ونجيب احباب الله هم اللي ياكلوا ونرجع تاني ناكل جبنه وبيض وزيتون، صح؟ لا لا لا، جبنه وبيض وزيتون لا، انا بطني نشفت من البقسماط. على قولك الواحد ده كان قرب ينسى طعم الزفر. بعدين يعني احنا جبنا لهم النصر. ايه مقام الابطال يعني. والله ماليه وماليه، والابطال لازم ياكلوا بروتين عشان العضلات والعراق طول اليوم. صح يا كبير، مد يدكم مد يدكم. الله يرضى عليك الله يرضى عليك. يلا يا دقدق كل بنتو يلا بصونا في لكم اللي هناكلوها. طب معلش يا كبير يا اخي، ممكن حد يروح ينادي الاردش لان الاكل طعمه حلو قوي ليه؟ لا لا يا كبير اردش، لا يا كبير ما تخافش على الاردش، سيبوا لي شويه العظم ياكلهم بعدين. طب نروح ننادي الاسبرتو يا اخي، البركه بالشباب. تدري خني يا اخي والله اطخك بالنار. تتأنب لي ضميري ليه يا اخي؟ قوم يا عوض اندع على الاسبرتو. وش معنى انا؟ قوم اندع على الاسبرتو عاد. وش معنى انا؟ يا دي عشان انت اللي صغير. طيب يعني ممكن اتوه. يلا يا يلا بالراحه يا كبير، بس عشان بنجيب والله من جزمه والله من جزمه. رضا اصلي برمي الكونياك اصلي جايبه من الكامب بالانجليزي على هنيه عدل، بس تبج منه واحد حيستلمه. قط صوتك شكرينا رضا. ايه دول؟ خلاص بقى حاجه راح العيال عيب كده. بس دول قليلين. هم ايه اللي قليلين يعني؟ انت جايبولي من السوق الحره طير. لا قليلين. ايه ده؟ انت ليه يا زبرتو؟ تعال ناكل. اهل البلد ذبحوا لنا معزه من ثلاث معيز اللي بيحلبوهم للعيال الصغير. يا سيدي بالهنا والشفا ليكم، انا هنا باخد لي كاسين عشان ادفي نفوخي شويه. واه كل دي خمره؟ وطي صوتك ما تسيحش، دي مش خمره ده كونياك. طب ما الكونياك خمره؟ انا عارف كل حاجه، انا بقالي ست شهور شغال مع الكبير في كباريه، بس الحمد لله عمري ما حطيت الخمره في خشمي. طعمها عفش قوي. ادي بقى طعمها حلو. دي عباره عن عصير كرومب. ايه كرومب؟ كرومب الدكاتره بتكتبه ده مفيد قوي للقولون. طب ما تجيب شفطه. لا ولا تقعد هنا تقعد تقرفني وتعمل الدوشه ديت. ما بعدين ده دوب يكفيني النهارده وبكره، مش عايز انا
غلمان وقرف بتاع. لا لا تمام. الوضع عوض عنده حق. ايه ده؟ بقول لك ايه يا عوض؟ ايوه عوض؟ عوض انا اروح الدره كده اقعد مع نفسي شويه، محتاج اقعد مع نفسي شويه اتامل يعني. لو حد سال عليا اقول له ان انا في الحمام وجاي على طول. ماشي؟ وخد بالك البرميل ده ما حدش يجي ناحيته. وانت ما ت ايه؟ طب يديت ليه كده عوض؟ في ايه؟ ما تخافش يا قاضي انت، ما تخافش. خد بالك من البرميل. ماشي؟ عوض ليك رؤى. استغفر الله العظيم. طعمه عفش قوي. لا والله طعمه حلو. هات الكبابي كبابي مليانة شربات، علشان عرسنا عرسنا بالبلدية. هات الكبابي كبابي مليانة شربات، علشان كبرنا كبرنا بالبلدية. هات الكبابي كبابي مليانة شربات. عشان عرسنا الحلو الزين وصل بنات على زبروتي، وعشان كبرنا الحلو الزين وصل بنات على زبروتي. هات الكبابي كبابي مليانة شربات، لما عم الحاج يعد كل واحد لعب يد، لما عم الحاج يعد كل واحد لعب يد، والبلي اللي في جيبي والسنت وقيبي، والبلي اللي في جيبي والسنت وقيبي، والصباح بلطات والجلي في الحارة، والصباح بلطات والجلي في الحارة. لما عم الحج يعدي كله يخبي الجب يهدي، والبنجل اللي في جيبي ما تنجي البزر يا بيبي. اصحى انت، هتنام لنا اليوم كله ولا ايه؟ فوق يا جدع انت. يش انت مجنون يالا، مش تخليك مفتح زي الرئيس بتاعك.
انت هتضيعه وتضيع نفسك والرجاله. ايه يا كبير؟ مالك؟ مستغرب ليه؟ انا مستغربش، انا بس لسه ما فوقتش. اول ما بقوم من النوم بيبقى وشي كده كيف حاتم ذو الفقار. عشان افوق لازم ناخد مجلاتيه وطرنشين انجلش كيك. لا وانت صاحي متاخر والفطار فاتك خلاص مش هينفع، وانت مش هينفع تشرب حاجه ولا تاكل حاجه هنا بعد كده. وانا ما قلتلكش؟ لا. وانا ما فرحتكش؟ لا. مش انا بقيت رئيس النجع ده؟ مبروك يا مرسال. بس يا متخلف انت، هو الله يهركم. والرجاله بتوعي بقوا من بقيه اهل النجع. لو في حاجه احلى، انت ورجالتك ملكوش مكان وسطينا. بس على فكره رجالة النجع كلهم بيكرهوك. مين قال كده؟ في حد هنا ما بيحبنيش؟ أني بكرهك يا مرعي. خلاص كده كلهم بيحبوك يا كبير. أهل البلد هنا بيحبونا أنا ورجالتي. أنا حتى نويت أجوز رجالتي من حريم البلد، وأنا هتجوز الشيخ جمي، قصدي بنت الشيخ جمي. جواز مرعي من بنت بطل. جواز مرعي من بنت بطل. بس اسمع يا مرعي، أنا حدايا ناس في مصر عارفين إني في مهمة مع رجالتي، ولو ما عودتش هناك هيبلغوا البوليس وهيدوروا عليك وهيجوا هنا ويطربقوها على نفوخك. إيه الكذب ده؟ إحنا ما قلناش لحد يا كبير. بس يا ابن العبيطة، ومين قال إن أنا مش هسيبك ترجع يا كبير؟ أنا هسيبك تروح لحال سبيل، ترجع مصر وتعيش حياتك هناك، ويا دار ما دخلك شر، والرجالة خدهم معاك، بس سيب لي أرضش يلزمني. أصلي ناوي أفتح حديقة حيوان. وضع الزريبة، يلا يلا على الزريبة. بس قبل ما تمشوا تسيبوا سلاحكم، بس أنا خايف عليكم يا كبير. السكة من هنا لمصر طويلة، وعشان توصلوا بالسلامة لازم تبقوا خفاف خفاف كده من غير سلاح. كل واحد يجيب سلاحه هنا جنبي. إيه إيه وده وقت تفك مية؟ فك مية يا كبير، سلموا السلاح. ها ماشي. اتفضل. ما هتدينيش رقم او وصل؟ في انسه على الباب هتديك الوصل. الف سلام. على فكره الواد ده هو اللي ضيعك. هو عدرودي. اه عبيط يعني؟ انا كنت فاكر كيفك كده. لا عدرودي يعني ما يطلعلوش دجل. عبيط يعني؟ عبيط. ايوه عبيط، انا فاهم عبيط. خبر انك شرير. اخلص. مش عاوز حاجه من مصر؟ ربنا يكرمك مرعي حبيبي. هزعل. تسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله. الف سلام حبيبي. خد بالك من نفسك. على الله. اخلاق. تعرف ان انا بكرهك؟ اصلي ليه؟ يلا يا قد صوتك العجيب ده امشي. والنبول. ايه؟ ارمي النبول. يلا انت هتحب فيه، اخلص. والحزام. البنطلون عيلج. انا عايزه يلج. الحزام. بنطلون عيلج. انا عايزه يلج. اقلع. اخلص. وحيد الله يا رجاله. لا اله الا الله. دي مش اول ولا اخر عركه ندخلوها.
بعدين ايه الدنيا كده؟ النهارده مغلوب بكره غالب وبعده غالب وبعده غالب، وبعدين احنا اتخذنا على اخواننا يا رجاله. عندك حق والله يا عوض، لا تعيرني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. المفروض كل واحد منينا يحط خيبته على خيبه اللي جاره لحد ما نتخمت كلاتنا. يا عالم هيطلع علينا النهار ولا الديابه هتاكلنا. حرام عليك يا اخي، ليه كده؟ انت قلت الديابه كده ليه؟ بتزرع فينا الرعب والخوف ليه؟ بس يا بس ايه يزرع ايه الكلام الكبير ده؟ خلاص ما زرعش حاجه. اهدى. خايف قوي يا طفشان؟ اقول لك طلع من جيبك الفلوس اللي عطاها لنا الكبير حق العمليه وحطها تحت راسك وانت هتنام مطمن على الاخر. جريها قرمص، انت عم تلقح كلام علي ولا ايه؟ لا اسمعني زين، انا عمري ما انسى عليك رجال تواصل ريحته بنت كلب زباله الناس كلها تعرفها. اول ما يرجعوا على مصر كل واحد هياخد حقه. هتجيب منين يا كبير؟ هو انت حيلتك اللضة؟ ده انت لو كلت طقه زياده حتبلها عليك. احترم نفسك يا قرمص، انت بتكلم الكبير. الكبير اللي يدي الناس حقوقها مش ياكل عرق رجالته. وبعدين انا عمري ما عملت معاك عمليه لما اكلت حقي او عطيتهولي مهضوض مني حته. على فكره انا قاصد اعمل معاك انت تحديدا الكلام ده، لاني عارفك ندل ولو اخذت الفلوس حتتعوج. لكن رجاله قدامك اه عوض. مش عوض برضك؟ ايوه كبير. معلش عندي 10 ليلي. انا عمري اخذت عليك حقك ولا حاجه؟ الصراحه لا. اه بس دي اول شغلانه ليا معاك وشكلها كدهنا صبايا. حرام عليك يا اخي، بتاكل عرق صحابك ليه؟ ليه يا اخي الظلم اللي في دمك؟ بس يا حد وجه لك كلام انت؟ لا يمكن تخلص. حاضر. سمرتوا؟ اؤمر. كلهم حاجه. ليه يا اخوانا؟ ارانس عوض لا يا سلامه، ده كبير برضه. تشكر تشكر يا ريس، شايفين العقل؟ انت تخرس خالص وتحط لسانك جوه بقك ومش عايز اسمع حسك لغايه ما نتنيل ننزل مصر. عارف ليه؟ ليه؟ لانك هتبيتني الليله فايق، وده ما حصليش من وانا سني 7 سنين. انت عارف اقرب بق بيره على بعد كام كيلو من هنا يا مؤمن؟ هو ده المشكل؟ ما تسيبه يا اخي فايق ورايق وبيفضفض، عمال تكبت وتضغط ليه؟ من اول القعده ايه؟ عمال تضغط من الصبح واحنا ساكتين. كلمه تانيه هتففك اسنانك هنا. اسمعوني زين يا رجاله، اول ما نوصل مصر كل واحد فيكم حيجي له حقه على جسمه. ما حدش يفتح خشمه واصل دلوقتي. حد له شوق في حاجه؟ ماشي الكلام يا كبير. امن جنابك. تصبح على خير. جيب راحة البال منين يا تلحق من عندي؟ ايه؟ عاد صحيني ليه؟ هتجيبه يا اخي نايم، انت عارف ده بيستغرق كام ساعة عشان ينام؟ في ايه الظلم والجبروت ده؟ حتى لو تعرف ده بيستغرق كام ساعة عشان ينام؟ عربيه العربيه هناك. ها ها حنوقفوها كيف دي؟ حنوقفوها كيف؟ شوف يا كبير، انا بقول نطلع على الترومبيل ونعملوا فيها تيهين كده ونقول لهم الحقونا الحقونا فيلحقونا. ايه الاداء المبالغ فيه ده؟ ايه في حد في الدنيا حيقول الحقونا؟ مش حيصدقونا من اساسه، وبعدين اشكالنا ضاله يضربونا بالنار. حناخدوا منهم العربية كيف؟ ممكن نشتريها منهم يا أخي مثلاً؟ انت ياد متخلف يا عربية كيف دي؟ تقيلة في بيعها، في الرسالة بتبقى صعبة. انت فكرها كورولا ولا لانسر؟ ولسه هنروح الشهر العقاري والشهر المعقريش وعقود وكلام فاضي. لا أنا لو في مرور الدق أنا ليه ناس؟ بس ياد بس عايزين فكرة ذكية. أنا عندي فكرة ذكية. ايه؟ أنا أطلع الطريق ومدد وأعمل فيها ميت. حلو،
بس خلاص. ايه الفكره المبتوره دي؟ واحد ميت هيوقفوا له ليه؟ ما حيدسوه يا اما يلفهم من حواليه. انا عندي فكره نميسه، احنا نلبس عوض واحده ست ونخليه يغريهم. حلو. طب ما تلبس انت واحده ست. لا مش هيكون مقنع، عندي شكل حاجة كبيره مش هيغريهم، انما انت عودك فرنساوي. يا جماعه يا جماعه كفايه عاد ضحك، عاد حنوقف العربيه كيف؟ انا عندي فكره كبيره. ما انت اخر واحد لازم تقول حاجه طبعا. احنا نقطع شجره ونجيبها نحطها في وسط الطريق، نقطع بها الطريق، هم يشوفوها يتخضوا. ايه الفيلم الهندي اللي انت بنيه على حاجه مش موجوده من اساسه؟ شجره فين في الصحراء يا متخلف؟ عادي نجرحها. أنا غلطان بضيع وقتي معاكم، اسمعوني زين، اعملوا كيف ما هعمل بالضبط. الحقونا 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 الحقونا. له بالي كل دي سلاح. طب يلا يلا يا شباب نزلوا السلاح عشان اعرف نركبه. يلا ايه ده، احنا ناخد السلاح ده ونعاود ناخده بطارنا ونجيب الحزام بتاعي. والله انا جاتني فكره دلوقتي. ايه؟ ناخد السلاح ده ونروح وناخده بطارنا. بس دي فكره دعيدي. لا دي فكره تاني. لا فكره دعيدي. وقبلك ده قرار نسوي اللي قال نقول الحقونا الحقونا، وانت سرقت الفكره. مش سرقه دي اقتباس. لا سرقتها. لا اقتباس، فرق كبير بين الاقتباس والسرقه. الافكار لها اجنحه. يعني ايه؟ ما خبرش. يلا يلا يا كبير، ما جيتش تركب ليه يا ابوي؟ اهدى، نويت على ايه يا كبير؟ جاتني فكره دلوق فريش، احنا ناخد السلاح ده ونرجع ناخذ بطارنا والحزام بتاعي. وناخذ الحزام بتاعك. ماشي. طب اخويا ربنا معاكم. ايه ده انت بتجاي معانا ولا ايه؟ لا اخويا ما عجيش، اصل يعني العمر ما هوش بعزقه، وانا شغل الشجاوه والهبل بابلي ده خلص، وكده يبقى وصلني حقي. انت حلال عليك السلاح وانا حلال عليا الترومبيل. اخص. يبقى سلام يا صاحبي. سلام. أبى أقول لك ما توصلنا قبل ما تعاود على وصلنا بترمبيل. ما ينفعش يا أخوي. ليه؟ أصل كيف ما تقولك ديه معزوم في فرح وعاوز ألحق البوفيه من أوله. ربنا معاكو يا يا ابن المفجوعة. فكرة يا رجال احنا اخترنا اليوم بالغلط. ليه؟ الشبورة جامدة. طيب ما تدرب تقلبها. ها راحت الشبورة. ردعها تاني؟ ها رجعت. ردعها تاني. راحت. خلينا كده بقى لغاية ما يدوروا فينا الضرب. ما يلا بقى يا اخي خلينا نشوف اكل عيشنا بقى. شوطي صوتك. في واحد واقف قدام طرمبة المي، واثنين قدام بيت الشيخ جميس. يبقى اكيد المرشال مرعي جوا بيت الشيخ جميس. مش شرط على فكرة. يعني ابو غلاستك. وفي اربعة عم يتمرجحوا قدام الجامع المرجيح، وخمسة قدام بيت نعناع عم يلعبوا سب الصنم.
واقع مجندله. ايه البنت عبير عم تستحمى وسايبه شباك الحمام مفتوح. وريني كبير. اخي بقى شويه. ايه خلاص. ايه ليه؟ احنا جايين نهزر ولا ايه؟ امال ايه؟ يلا يا جماعه توكلنا على الله، كل واحد على موقعه. مساء الفل يا رجاله. زي ما انتم. زي ما انتم. مؤاخذة زرار الفرست اللي هو الأمانة. انت اطلع السطح وانت روح اليمة الشرقية وانت على اليمة القبلية وانت روح المطبخ شوفهم ما عملوش الموز باللبن لحد دلوقتي ليه. يلا ايه في الحجه بس الحجه تعدي وده وقته قد امك عدي يا حاج كتير أوي. أنا نسيت كنا بنعمل إيه كبير قبل الولاية دي ما تعدي. صباح الفل. لا يعني معقول أول مرة. اخلص يا واجب علينا. ايش ما بغيرش. مرشال. مرشال ايه ولع ولع ماشي خد خد شاكرين يا جو عفو يا سيد الشاعر الدالي يا كبير هو انتوا عملتوا شاي وما عملتوليش معاكوا يا اخي هو انا مش في العصابه عصابة ايه مهبل انت؟ احنا الطيبين هم الاشرار. اعملوا طفح يطفعوا. لا انا عايز شاي. اعملوا شاي. بعد ايه؟ بعد ما الست مشيت. ايه؟ سلام عم 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 سلام ع
خلاص ليلك يا كبير يا كبير. سمعتوا؟ تعالوا معي عوض تعيدي غطونا. هتعملوا ايه؟ انا عارف. استغفر الله العظيم يا دي جحش. انت هو غطوني يعني غطوا ظهرنا. امال جي خليكوا زي ما انتوا. يلا يلا بجم. جرانس جرانس يا كبير. ايه كبير ايه اللي جابك تاني؟ ما انت خابر يا كبير. انا رخصي مسحوبه واليمين دول اخر السنه. الحكومه مرشقه اللجان في كل طريق. معلش معلش. الحمد لله الاصابه جات في بطك. الحمد لله. انت برضه تغف بصراحه. في حد يخش يعفور كده؟ جايلك يا كبير جايلك يا كبير. امال اقول ايه؟ جايلك. امشي غور امشي غور افتح الاربش. انا صيني غباوي يا كبير. هلا شوريني. الله يخليك يا ولاد الكلب. ماشي توحش ما غير. وده وقته كأنه عايز يجيب فطير. ايه تاكل فطير؟ يا ريت. خليهم فطيرتين، واحدة كيري واحدة كستر عشان السكر مفيد للبطن. موزاريلا ها؟ ايه خبرها هات اثنين موزاريلا. ايه المرشال لوحده يا كبير. لحالي انا رايح له لحالي. انا رايح له لحالي. على فين يا مرعي؟ عايز ايه؟ رايح فين؟ عادي يعني مفيش حاجة. كده ولا كده؟ أنا كده وأنا كده. ليه هنا؟